الخير. المسافة بين الشمس والأرض أعطتنا الحياة، المسافة بين السيارة والثانية تحميك من الحوادث، وهيك بالعلاقات الإنسانية المسافة فن. كل ما نضجت تتعلم تحط المسافة بموقعها الأمثل، بعاطفتك، بمهنتك، بأسرتك، وبكل حياتك. ضيوف الليلة قطعوا مسافة ليكونوا معنا باستوديو البلد حتى نحكي عن دور المسافة بعلاقاتهم وبعلاقاتنا. لكن قبل، مثل العادي، رح تتزين حلقتنا بالموسيقى وأساتذة الموسيقى. أهلا وسهلا بضابط الإيقاع أحمد خليل. أهلا وسهلا بعازف القانون رازي عبود. أهلا وسهلا بعازف الأورج سامر شوفاني. وأهلا وسهلا بضيوف الأعزاء الفنان رفعت أسدي، المستشارة الزوجية والمدربة في تطوير الوعي الذاتي نجاح طوري، الفنان بسام بيرومي. حلقة جديدة من استوديو البلد عنوانها العريض المسافة، رح نحكي عنها في هاي اللحظات. أهلا وسهلا، نورت استوديو البلد. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم. يعني مثل ما شفتوا في البداية، عم نتحدث عن موضوع كبير يتعلق بكل قضية المسافة، مش المسافة بالبعد والقرب، وإنما أيضا المسافة المعنوية المحسوسة. ورح بلش نجاح من عندك ليدز فيرست، اسمحوا لي يا شباب. طبعا نجاح، وين شفتي إنك أخطأتي في إدارة المسافة في حياتك؟ بداية مهم الإنسان عشان يعرف يدير أو يحدد المسافة بينه وبين الأمور وبين الناس وبين حتى ذاته، مفروض يرتكب أخطاء عشان يعرف وين يبعد وقديش يبعد وقديش يقرب. فالأخطاء هي جزء من التجربة الإنسانية. الإنسان مفروض يرتكبها على أساس إنه يعرف يلعب بالإعدادات اللي عنده، قديش يقرب. يعني مدرسة التجارب في كل شيء. طبعا الحمد لله. أخطأتي شي مرة بإدارة المسافة بشكل يعني كثير. وين كان بارز وكيف أثر على حياتك؟ بعلاقات الاجتماعية، حتى كمان مع الأهل، يمكن بيني وبين أولادي، بيني وبين زوجي، في كل محل في ناس أنت ممكن تغلطي بتحديد المسافة. فمن الأخطاء أنت بتعرفي قديش لازم تقربي وقديش لازم تبعدي، أي حدود تحطي. أستاذ رفعت، بدي انتقل لك. مفهوم المسافة عندنا في مجتمعاتنا العربية ماخذ حيز في حياتنا بنفكر فيه، أو بنشتغل أكثر على عفويتنا وسجيتنا وكيف كبر اللي قبلنا وبنمشي وراه؟ صدق عندي أنا مش ماخذ، يعني عندي دائما في احتكاك. إذا فيش احتكاك فيش نار. بتحب النار. فيش حياة اللي هي فيها روح من العزيمة. فأنا بآمن إنه المسافة بدك تعرف كيف بدك تحافظ عليها، مش مع كل الناس، مع بعض الناس. المسافة أنا بحفظها بيني وبين الجمهور، مع إني أنا بعشق الجمهور، بحترمه وبحبه، ولكن أكثر المسافة بتكون بيني وبين العازفين اللي معي. ليش مهم لإلك هاي المسافة تكون؟ لأنه هن لازم يعرفوا إنه في قائد بالفرقة وفي جنود. والقائد بالضرورة يكون بعيد عن الجنود؟ يكون في المسافة يعني بينهم؟ شو بيعزز هذا الشيء؟ بيعزز ثقتهم فيي وتقبلهم لآرائي وللكلمة اللي بعطيها، هي نهائية. يعني أنت بتقول إنه المسافة لازم تكون موجودة حتى الآخر يشعر برهبة لقباله وما يحس حاله يعني في ألفي مبالغ فيها والأمور تفوت ببعضها. أول إشي بتخرب لك حياتك وبتعمل لك عقبات. فدائما اللي بيعزفوا معي بيعرفوا إنه أنا رجل حديدي، فيش عندي حبيب وروح وقلبي بعيد عني، في عندي شغل، في عندي انضباط، في عندي سيرورة حياتية موسيقية فنية. انت كعازف ما بدك تمشي شو انا بقول لك، مش شو انت بتفكر. انت شو بتفكر خطأ. ليش؟ ليش سألتيني ليش؟ لاني تجربتي، انا نزلت من بطن امي اغني. ويمكن غيرك بعالم الموسيقى والعزف ايضا يعني له مقامه وله معرفته. إلي كل الاحترام والتقدير والمحبة أنا مش مختلفين عليها، ولكن أنا بديت بالفن صغير جدا، يعني صرت بدرك شو بدور حوالي. طيب رح خلي موضوع علاقتك بالفن والفنانين والفرقة يعني
بمحل رح نتناوله فيما بعد بكل قضية حياتك الشخصية، بس اسمح لي انتقل عند بسام. بتآمن انه المسافي كفيلة بتحديد علاقتي مع الآخر؟ يعني بمفهوم تبع انه هل اذا ببعد اكثر عن جد هاي المسافة بتخلي العلاقة افضل، ام انه لا يعني مش بالضرورة حسب الموقف وحسب الشخص وحسب وين نحن بنكون؟ حسب رأيي وكثير بوافق مع الحكي اللي كان هون، انه اول شيء احنا بحاجة للاحتكاك وللكولوجن عشان نفحص ونفهم انه اوكي هذا الاشي صح وهذا الاشي غلط. طبعا كمان الاشي شخصي، يعني في ناس مثلا احنا كمجتمع عربي وهيك كثير احنا بنحب نفوت ببعض، يعني بالضبط كثير بنحب نكون قراب على بعض. في اوروبا بيحبوا اكثر المسافه، فاظن الاشي اكثر شخصي. انت شخصيا انا بحبش كثير المسافه، يعني حتى بعلاقاتي مع اصحابي مع العمال عندي مع فرقتي مع جمهوري بفكر انه هي علاقه زوجيه، اللي طبعا في مسافه معينه بس انه مش المفروض تكون كبيره، لانه عم تخلق فجوه. ما هو لازم يكون في، يعني لازم يكون مزبوط. توازن معين. وبالنسبه للفن، الفن هو حب، فبحسش انه لازم يكون في فجوه او لازم يكون في مسافه بيني وبين الإشي اللي انا بحبه. انا بشوف الجمهور كعلاقه زوجيه، زي رجل ومراه المفروض يكون في بيناتهم احترام وحب وانسجام عشان الرسالة توصل. دائما في مقولة بتقول لا تقترب حد الاحتراق ولا تبتعد حد الفراق، مثل ما ذكرت هي قضية التوازن، هي كلمة السر في كل موضوع إدارة المسافات. رح نرجع ونحكي عن كل قضية المسافات لكن من خلال تجاربكم الشخصية. ونجاح بدي أرجع لعندك، رح نحكي شوي هيك للمتابعين. أنت تزوجتي بجيل صغير ودخلتي إلى أزقة المدارس، ومن أزقة المدارس اخترتي في فترة الكورونا تنتقلي إلى مدارس الحياة وتحديدا إلى تجارب الناس، تجاربك الشخصية. فتحتي صفحة على السوشيال ميديا وبدأتي بإعطاء نصائح أو يمكن هيك تيبس صغيرة إنه كيف نتعامل بحياتنا الزوجية، وفيما بعد اخترتي تختصي في هذا الموضوع. نقلة نوعية. صحيح، ما كانش مخطط إلها بالمرة. يعني أنا بقول إنه دائما هذا المجال هو اختارني مش أنا اخترته، لأن أنا وصلت له لما كنت جاهزة له، مش دائما ايش بدنا بنكون نستحقه. جميل. فلما انا جهزت لهذا الشيء صرت استحقه. نقلتي كانت بفتره الكورونا، يمكن قبل شوي لما قررت اني انقل تدويني من فيسبوك لانستغرام اللي هو يعني موقع او تطبيق لنشر الصور على الاغلب، فانا قررت اني انقل التدوين هناك على اساس الناس كمان تقرا بانستغرام، هذاك الجيل الصغير اللي موجود هناك اكثر. ف بفترة الكورونا أكثر زدت نشاطي هناك، وهيك بدون أي تخطيط بدأ عرضي لموضوع العلاقات كل ما يخص العلاقات. جميل. فشفت أنه في كثير تفاعل على الموضوع، في ناس بدهم يعرفوا، في ناس عندهم كثير أسئلة، وفي قلة وعي جدا كبيرة عند الجيل الصغير إيش يعني ارتباط. ولا شك أنه يعني الموضوع ما إجا بس من محل تبع أنت بدك تشوفي شو في حاجة بالمجتمع، إجا كمان لأرضاء حاجة ده. طبعا فيما بعد الحاجة هاي أكثر تقضت جواي، إنه أنا أحول هذا الشغف لشيء اللي هو يعني نوعا ما مهنة. فصار هذا الشغل على الموضوع، إنه رحت تعلمت موضوع اللي مختص في العلاقات وبالتحديد العلاقات الزوجية واستقلينا. موضوع جدا مثير للاهتمام ونحن بحاجة له بشكل جدا كبير. كمان رح نكمل ونحكي، بس بنرجع إلى بدايات الفنان رفعت أسدي. من بيت فني بامتياز، في سنة 1985 اشتركت في مهرجان وتوجت بالمركز الأول، ودائما بتحكي إنه أنا خلقت من بطن أمي بغني، يعني هيك افتتحت حتى مع الحلقة. صح. من وين هاي الثقة كلها إجت لرفعت أسدي؟ أنا من بيت أبوي بغني، سيدي بغني، سيدي الثاني بغني، أمي بتغني، إخوتي كلياتهم بغنوا؟ بغنوا. شو اللي خلى رفعت أسدي يتميز عن الكل؟ أنا بقول لك إيش. أولاً أنا في عندي عبقرية بكل تواضع لا يتمتع فيها إلا القليل من الفنانين. بأي معنى؟ عبقرية بأي معنى؟ وخريزماتوت، يعني أنا إذا بطلع على المسرح، المسرح بخاف مني. رهبي.
المسرح بخاف مني. ليش عندك هذا الشعور؟ من وين اجى هذا السؤال؟ العازفين، العازفين حتى مش في عازفين اليوم بيعملوا حساب ان انا موجود. جميل. مثلا خذي مثلا الاستاذ سامر، فنان كبير ملهم، سمعتيني احمد ملهم، رازي ملهم. اذا بتعزمي مليون فنان هون بحسبوش حساب قد هاي القعده. هاي انقلت لك هاي جمله ولا انت بتشعر بهذا الشيء؟ انا بعرف من دون ما يحكوا لي. هذا سؤالي هون. مش مهم شو المعلومات اللي انت بتشعر فيها، سؤالي كيف وصلت انت لهي المرحله تشعر بهذا الشعور؟ لانه هن بيعرفوا مع مين بيتعاملوا. طيب ما هو كل فنان العباقر، لا العباقرة بيعرفوا مع مين بيتعاملوا. طيب بس ما هو كل فنان يعني عنده اكتفاء ذاتي وقوة شخصية وشايف حاله ممكن يكون هو النمبر وان. لا مش هيك. شو المعايير والمقياس اللي بيخلي يرفع؟ أول إشي المعايير، أول إشي الصوت، الأداء، الحضور، الهيمنة، بس السطوة. بس أنت اللي بتجمع بين كل هاي الأمور. أنا بقول لك شغلة، أنا غلقت بهاي البلاد خطأ. وين كنت لازم تخلق؟ قال لو غلقت بلبنان ها أنت مجبورة تقطع الكرت بمليون دولار عشان تيجي تحضريني. مليون دولار؟ آه. كمان حددت لي السعر. آه. عشان تيجي تحضريني. طيب رح نرجع وأحفر لك بهذا المحل كثير شو معايير الفنانين والنجاح وشو بالنسبة إلك عن جد النجاح وكيف بيكون. بس بدي أقول لك بس كلمة مهمة يعني بتعرفيها. أنا مش كل برنامج بندع عليه برجع عليه. أنا لو بدي أظل على التلفزيون أعرف الشغلة، كل تلفزيونات الداخل والضفة الغربية كل يوم بصني 100 تلفون. بس أنا بميز وين أروح. أول إشي أنا بحبك كلك ذا. عندك طلة حلوة إعلامية عظيمة. شكرا يعني. وإنسانة راقية، منفتخر فيك ومنفتخر بأبناء شعبنا اللي مثلك. تسلم. الله يديمك وتظلك نوارة وظلك زي جبل الشيخ شامخة لزوجك وولادك يا رب. يسعد لي قلبك. شكرا لك. كيف الفرقة الموسيقية تغرش مني بس. شكرا لك، نحن منورنا اليوم ببطلتك وحضورك، ورح نوعد المشاهدين إنه رح نطلع منك اليوم معلومات لأول مرة رح تنحكى. بس أنا بدي أرجع لعندك، شو كنت عم تتفاعل بالحديث بشكل كثير كبير؟ أول شيء أنا كثير مبسوط إنك دعيتيني بالفعل، أنا يعني هيك حاسس طاقة حلوة هون وتعرفت على أشخاص حلوين ومحترمين، فشكرا. شكرا لك. أنت كمان يعني جاي من بيت اللي هو فني. صحيح. ودائما هيك كنا عم نحكي تحت الهوى، دائما أهل عكا موهبتهم تسبقهم في كل، عشان البحر والسور في هناك سحر. هذا هناك السر. صح. طب انت جدك الموسيقار صدقي شكري والخال سمير شكري طبعا. صحيح. اشهر من نار على العالم في عالم الموسيقى، لكن المثير للاهتمام انه كان ابوك بحار وكان دائما يهتم انه يجمع اسطوانات من العالم ويجيبها على البيت، ومن هون اجت الفكره عند بسام بانه هو يستغل هذا المكس الجميل داخل البيت ليقدم لنا مكس حلو في الموسيقى. يا صحيح. الله يا الله يا الله، رجعتيني 44 سنه لورا، وانا عمري 5 سنين. كان عندك اسطوانات؟ لا جيت اتعلم عند سيده. واو حلو روعه. رحمه الله عليه. تعيش تعيش تسلم. استاذنا وحبيبنا استاذ صدقي، ملك ملك العزف، ملك الانسانيه، ملك الروح. تسلم تسلم. حتى كلامه زي ما كله حب كله وداد. صحيح. عشان هيك كنا نحب يعني شو ابن 5 6 سنين يجي يعزف على العود يتعلم على العود بعكا سمعني. يوصلنا أبوي، كان عندنا أوبل أسكورت داير بالي من هاي الأدم، يوصلنا أبوي يحطني باب البيت أنا متلهف بدي أشوف الأستاذ، وهو طبعا في وقتها كان كمان متقدم بالسن. صح. خليني أسمع منك. يعني طبعا زي ما حكيتي أنت خلقت ببيت فني وبيت اللي عن جد بيعيش الفن، فجدي وخالي وكمان أبوي، أنا أبوي تعرف عمي لما تعلم عند جدي على الكمانجة وعلى العود. حلو. فيك تعرف عمي. حلو. فزي ما حكيتي أبوي كان بحار، فكان كل دولي أو كل قارة ينزل هناك يجيب أسطوانات، فأنا خلقت لبيئة اللي كان عندي أسطواني لعبد الحليم، أسطواني للبيتلز، أسطواني لأم كلثوم، أسطواني لبينك فلويد وبوب مارلي وهيك، فدائما كان في دمج. وبشي مرحلة يعني صرت أسمع الموسيقى النوعين من الموسيقى وقعدوا براسي وقعدوا بمخي، وبشي مرحلة قلت أوكي بدي أجرب حتى هذا الإشي. يعني الميول للموسيقى نفسها أنا خلقت فيه، ما كان عندي إمكانية أنه أنا أختار. يعني هو اختارك مش أنت اخترته. بالضبط. روعة.
رح نكمل ونحكي عنكم، بس إجا الوقت نسمع صوت الجبار اللي موجود معنا اليوم. شو رح تسمعنا أستاذ رفعت؟ بدنا نسمعك يا صخرة المينا لا تشمتي فينا. جميل. هالصوت رائع. مرة جاي بس غني طلع علينا، موجودين حواليك، نحن حواليك. الغنية الثانية طلع علينا. نجاح، بدي أرجع لعندك. يسلم هالصوت أستاذ رفعت. أستاذتي، لما نتحدث عن موضوع العلاقات في بيئة محافظة، أو لما أمرأة بالذات تتحدث عنه، إحنا عم نتحدث عن شيء يعتبر طابو بمحلات معينة، أنت كان عندك هيك طريقة خاصة بأنك توصلي المعلومات عن كل العلاقات الخاصة فينا الزوجية وما إلى ذلك، بطريقة جنبت فيها أي نوع من أنواع النقد، أي نوع من أنواع حتى الهجوم، أو أنه الأشخاص ما تحب شو عم تعملي؟ شو السر؟ السر كان بالأسلوب وبالطريقة وكيف أنا بتوجه. يعني أنا كوني معلمة لغة عربية كمان، يمكن ساعدني كثير الموضوع أني يعني استخدم الكلمات الصح. طبعا اللغة نفسها كثير مهمة، ما كان موضوع مبتذل أو بطريقة اللي هي سوقية. فما بعرف، يعني أنا ما بعرف إيش نحكى، بس شخصيا ما وصلني أي انتقاد أو ما وصلني أي صوت اللي هو أثر على الخطوة هاي أو على مسيرتي هاي. العلاقات ككل في مجتمعنا شيء جدا حساس، ولكن كونها جدا حساس الموضوع هذا مش سبب كافي إنه إحنا ما نحكي عنه، لأنه في الخلفية في كتير فوضى بسبب إنه إحنا ما بنطرح هذا الموضوع. ترددتي بالبدايات؟ يعني كان في عندك دراسة للموضوع، تخطيط، ولا عن جد إجا بشي عفوي؟ ما كان في دراسة، بس لما صرت أسمع أكثر قصص، صرت أبحث. يعني سؤال ليش بتعاملوا معي هيك؟ ليش أنا بتصرف هيك؟ بيخلي الإنسان يروح يبحث. صحيح. يعني التعاملات الإنسانية، العلاقات ككل، في إلها ديناميكية، في إلها نفسيات بتحدد كيف الإنسان يتعامل. بسام، أنت يعني اعتبرت أنه النقلة الشخصية اللي حولت حياتك من شو كان بسام في 2015 وما بعد ذلك، هي تتعلق بشكل كثير مباشر في قضية إدارة الحياة الزوجية. صح. فيعني أنا كنت متزوج، تزوجت بال 2010، وبال 2015 فهمنا أنه الإشي مش عم بيشتغل. فوصلنا لقرار أنه بدنا ننفصل. طبعاً الانفصال هو إشي كتير صعب، وبيوصل بني آدم يعني لتحت زي ما بيحكوا، بصير واحد يفكر هل المشكلة فيي، هل المشكلة بالمجتمع، هل المشكلة بالطرف الثاني، شو كنت ممكن أعمل أحسن، شو كنت. فمهم جداً الواحد يعني بهيك فترات أنه يأخذ نفس، ويعني كتير يكون رايق ويفهم أنه هاي الشغلات ممكن تصير، والعكس. يعني أحياناً الانفصال هو حل منيح،
وهذا اللي سويته أنا. والصراحة الموسيقى كتير ساعدتني، كنت أكتب كتير أغاني وألحن، الرياضة كتير ساعدتني، ومن هناك بس بلش عندي النمو وبلشت أفهم أنه عشان أنا أقدر أختار الزوجة الصح إلي لازم أول شيء أعرف مين أنا. أنا ما كنتش عارف مين أنا، يعني أنا بجيل 30 و 35 كنتش عارف مين أنا. كنت مستعد بشي مرحلة تتعلم ورشة، بدي أرجعك لل 2010 تدخل في ورشات اللي هي تتحدث عن كل قضية إدارة سلامة داخل المنزل؟ فلت الورشات، أنا بقول إنه هاي في شغلتين حسب رأيي اللي هني أساس مجتمع ناجح اللي مش موجودين عندنا في سلك التعليم، اللي هني التربية المالية والتربية الزوجية. هذول شغلات إذا إحنا منفوتن يعني من جيل صغير، منعلم الأولاد شو يعني بنك، شو يعني فائدة، شو يعني بطاقة ائتمان، بطاقة اعتماد، شغلات من هالنوع، ومنعلم شو يعني نحترم البنت، نحترم الزوجة، نأخذ رأيها، نحترم الأولاد، نشارك الكل بالحياة الزوجية، نبني الأساسات صح، حسب رأيي يعني راح يكون فيها أقل عنف وهقل قتل وهقل صعوبات بالحياة. بس هذا الإشي معدوم عنه. بتوافقي نجاح؟ يعني أنت كمان من تعليم وكمان من عالم الاستشارة الزوجية؟ طبعا. يعني بتشوفي أنه كمان يعني اللي عم يحكي ممكن يكون دقيق، أنه لدرجة أنه نعلم أولادنا كيف قضية الإدارة السليمة للحياة الزوجية فيما بعد؟ أنا مع إدارة الإنسان لنفسه، أنه يعرف مين هو. كي 12 سنة تعليم ما فيش كلمة ذات تذكر في المدرسة. رياضيات، إنجليزي، بيولوجيا، فيزياء، بس إيش مين أنا؟ إيش أنا؟ أنا بدون هاي الإضافات كلها، إيش أنا؟ مين أنا؟ شخص ما مش عارف مين هو، بتزوج واحدة مش عارفة مين هي. أيوة. فبعدين بيقرر أنهم يتعرفوا على بعض، يعني يتعرفوا على بعض لسه، طيب مش عارفين حالهم. صحيح. بتبلش المشاكل تظهر في العلاقة الزوجية. نقطة التحول في حياتك بعيدة عن الحياة الزوجية وين كانت؟ لما أنا طلعت واحتليت المكانة اللي لا تضاهى، وبدأ كل الشعار الشعبيين أنا ذاك. على فكرة أنا خلقت بين رعيلين، بين الرعيل الموجود إسه اللي هني أنا بعتبرهن تلاميذ، وبين الرعيل الأول اللي هني بجيل أبوي. فأنا غنيت مع الرعيل الأول بجيل صغير اللي كان واحد عمره 80 سنة وأنا عمري 15. فكانوا شو يقولوا إيه ليه جايبين هذا الولد على عرس؟ ولكن أنا كنت أفهم كيف أصل لقلوب الناس، فكنت أشعر أنه في ضغط من هذول الكبار ضدي، رغم أني أنا بحترم منه وبحب منه. وهذا اللي قواك لصقل شخصيتك بهاي الطريقة؟ طبعا، اللي خلاني كمان أكون عندي صلابة وعندي يعني نوع من اللي بنفع أكون قائد، قائد عسكري. بأي مفهوم؟ قائد عسكري فني، يعني أنا في عسكري. لحظة طبعا في جيش بالفن؟ طبعا. إذا من جنود؟ إيه الفرقة، قصدي نحن لازم نتعامل مع حالة الفن، يعني نحن بعدين بعد معلوم في يعني في قائد وفي جنود. شو حرب؟ حرب الفن حرب؟ طبعا. إن شاء الله تفكر في مش حرب الفن. لا، اشرح لي كيف الفن حرب. أقول لك شغلة، إذا أنت بتفكر إنه الفن مش حرب بين الفنانين معناته أنت عم أو بيصير أقول لك فنان أنا بحب فلان بحترم فلان، لا خلي الرأي عشو، هذا كله كذب بكذب هيلمة الجمهور. أبي أقول لك أنا بعطي الرأي للجمهور هو بحكم، لا الجمهور بحكمش، أنا بحكم، أنا بحكم عن حالي. بعدين بدي أقول لك شغلة، بالفن الشعبي في أساطير. مزبوط. في أساطير بالشعب، إحنا كشعب فلسطيني في الداخل كان في الرناوي وكان في أبو سعود وكان سيد أبو غازي وأبوي ولكن هاي الأساطير عملت الدور وانتهت. بس أنا بدي أقول لك شغلي، رفعت أسد مكمل هذا الدور؟ لا، أنا بعمل الدور ولا أنتهي، يعني أنا بعد الموت أبقى. ليش هيك معتبر؟ من وين جاي هاي الثقة بالنفس؟ لأنه أنا لما أنت بتحضري لي بس محاورة واحدة ترجع بتحضرها انت وولادك اثنين، بعدين انت وولادك وجوزك، بعدين انت وصاحبتك، هذه هي منغش وايه احسن. طب انا حاسه انك عم تعطينا حكي الناس بتحب تسمعه. لا، مش الناس بتحب تسمعه، بحكي لك انا الصح. طيب ليش اكذب عليكي؟ لا مش هاي الفكره. بتوافق على اللي بيقولوا انك مش متواضع؟ ممنوع اتواضع. انت يعني موافق انك انت شخص غير متواضع؟ لا، مش متواضع. بس انا بدي اقول لك ليش. الجمهور بيكذب،
بقول لك انا بحب المتواضع، الجمهور ما احترامي له في هذا الموقف كذاب. بيحبوش الفنان المتواضع؟ لا بيحبوا اللي عنده. العكس، في عنا كثير فنانين وصلوا للناس. اسمع انت، خلينا نحكي تواضعهم، بصيروا يقولوا من طرف من تواضع رفعه الله. لا يا عمي مش هيك. من طرف، انا انسان فني، اذا بحترمش فني وبحترم شخصيتي. لا لا، التواضع لا يعني عدم احترامك لفنك وتقديرك لذاتك، عشان نكون واضحين. التواضع، التواضع هو القصد التواضع بالحديث، بالتعامل مع الطفل، مع الكبير، مع الصغير. نرجع لوسط المسافة. مزبوط، هي قضية مسافة. عشان هيك أنا في مسافة بيني وبين الجمهور، اللي بدي يحجز معي عرس إذا بفكرني مستأجرني فيش حاجة يعزمني. هذا موضوع آخر، هذا تقييم الذات، لكن التواضع أنا أصر إنه مطلوب. التواضع مطلوب، بس مش كيف أنت بتفكري. طيب. لا لا، هيك أنت بتصير مطب للكبير والصغير، ترد علي وبطل لك وقع شوي. بتعرف لو اسمع. بتعرف لو انه انا زي ما انت بتحكي زمان نجم قفل. انا ما بشوف هيك، صوتك رح يبقى كان ما خص. صوتك لي، صوتك اللي هو عامل الفرق. صانع الفرق هو صوتك. بختلف معك في الراي، ولكن بحترم رايك. اما انا بقول لك شغله مهمه، تفضل اذا بس انا بحب اعقب. طبعا، لانه عم تحدث كمان، موجود معنا فنان فهو كمان عنده شو يقول في هذا السياق. اكيد أول شيء فيش صح وغلط، كل شخص حر برأيه، كل شخص حر بكيف يشوف نفسه يعني. بس إنه يعني أنا مش شايف إنه في إشي غلط هون، كل إشي وجهة نظر. وجهة نظري تختلف تماما يعني. الفن هو روح، الفن هو حب، زي ما حكيت قبل هي علاقة زوجية ما بيني وبين الجمهور. شو دور الجمهور بحياة الفنان؟ هو أهم إشي يعني. بدون جمهور فيش فنان، بدون فنان ما فيش جمهور يعني كتير. بس ولكن الجمهور ما بيقرر الفنان. صح، الفنان لازم يكون جدا عنده هوية. في خطأ شائع انت لازم تعرفه وكل فنان لازم يعرفه، انه الجمهور مش اللي بيعمل الفنان، الفنان اللي بيعمل الجمهور. قل لي كيف؟ لما انا بغني صح وانا بعطي الاداء صح وانا بكون فنان الي قواعدي، الجمهور بزحف وراي يعني، بفرض فني على الجمهور بشكل طبعا بمحبه. الجمهور جيب واحد صعلوق سمعني هرتوم بعرش السين الدو بعرش الالف، موجودين اليوم كثار على الساحه ملانين. طيب خلينا اذا نكمل. انا بعرفش نوتة على فكره، انا تعلمت موسيقى سمعي وكثير مرات حكوا عني صعلوق وموسيقى الشيطان، وعشان نعمل الموسيقى الغربيه مع الشرقيه وهيك. ومع كل هذا في عندي جمهور وبحب الإشي اللي بعمله والجمهور بيحبني يعني. أنا فيش صح وغلط في الفن. صح، أنا هذا اللي حكيته بالأول، فيش صح وغلط. أنا بفكر، أنا بوافقك إنه الفنان لازم يعمل اللي بده إياه، بس مش يفرض حاله. الفنان لازم يعني يفتح الشباك يقول هذا أنا، هذا صوتي، هاي خامة صوتي، هاي الموسيقى اللي أنا بعملها، هاي شخصيتي، هيك أنا بطلع. الجمهور رح يجي يعني، إذا حب رح يجي، وإذا ما حب رح يبتعد. صح، ببساطة تامية مثل أي علاقة أخرى. صح، فرقة خلص، يا الله شو زعلنا لما خلصت. والسبب الأساسي كان في تفرقة هاي الفرقة هو حضرتك. صح، يعني أنا بشي مرحلة حسيت أنه أول شي فرقة خلص طبعاً هي بلشت في التسعينات، في 95 تقريباً، 95 ل2015. صح، اللي فيها يعني جمعنا إحنا شباب من عكا وبلشنا من زهق انه كنا نلعب البومات عروض باوروبا. صح، قدموا جانر جديد من الاوائل اللي قدمتوا هذا الستايل. صح، اليوم في كثير فرق بالاردن اللي انا بتواصل معهم، الاردن وبلبنان وسوريا، اللي هن بلشوا لانه شافوا فرقه خلص من فلسطين. احنا اول فرقه عملنا كفر لانت عمري للفنانه ام كلثوم مع جيتارات ويعني بستايل روك بالضبط، والإشي حاز على يعني نجاح رهيب بأمريكا وبأوروبا. بس اللي صار إنه كان في نضوج معين إلي أنا شخصي على الأشياء اللي مرقت علي، الزواج والطلاق، ويعني كان عندي فترة اللي دورت على نفسي، يعني كنت في بحث عن الذات، وبلشت أفهم إنه شوي الإشي تغير عندي من ناحية الموسيقى، من ناحية الفن. الأشياء اللي كنت أنا أحبها بجيل 13 و15 و20، بجيل 30 35 شوي تغيرت، فحسيت انه الفرقه رايحه باتجاه معين وانا رايح باتجاه ثاني. فجربت عده طرق، حاولت انه انا الائم حالي الهن، حسيت انه عم بكذب على نفسي. حاولت انه افرض عليهن انه يلائموا حالهم الي،
ما زبطش الإشي، فقررت إنه أنسحب، وقلت لهم إنه كملوا. ما كملوا. ما كملوش، وأنا انبسطت إنه ما كملوا. طب وين بتحب نفسك أكثر، بس مع فرقة خلص أو إذا برجعك لورا تختار نفس القرار؟ سؤال صعب. زي بتقولي بتحب أمك ولا أبوك؟ بس دائما بتختار بالآخر. لا، بحب التنين يعني. أنا مع الفرقة شخصية معينة. تندم إنك انفصلت؟ آه بندم، لأنه عن جد كان في إشي اللي هو كتير لذيذ وكتير جديد. يعني إحنا العروض تبعتنا مش بس موسيقية، كان عرض مسرحي كذا مرات، كنت أو أعمل مسرح كذا مرات، يعني تفوت الفرقة، أفوت متأخر، يعني كان في كتير أكشن وضحك. ضحك. وكان لدرجة أوقات بأيام الطالب في الجامعات تهز تحتكم المسارح. شايف إن أنت تعرفي كل شيء عن الفرقة. صحيح، مرة عزمونا بيوم الطالب والمسرح كان عبارة عن طاولات حطوهن جنب بعض، وأنا ما كنتش عارف حطوا عليهن شرشف، فأنا واقف على الطاولة جاي بدي أتحرك، شفت إنه المسرح عم بيتحرك، فضلتني واقف. يعني بتشوف المغني هيك زي الصنم يعني. مش قادر يحرك. ومرة على فكرة مرة حطونا على عرباي تبعت شحن، وال اللي كان على الدرامز فضل أنديل إجره ما شاء الله جداً قوي، فكل خبطة العربية صارت تزيح، فبشي مرحلة الجمهور كان واقفون والفرقة زاحت، فراحوا سحبونا ورجعونا. فهي المسافة، هي الطريق، هي الشغلات الحلوة اللي ممكن تصير مع فرقة وبمجال الفن، ولهي الشغلات أنا كتير بشتغل. بتحن. صح. طبعا. نجاح نرجسية كانت مفتاح نجاحك بدرجة معينة. آه كان لها تأثير على وسمتيها باسمها القد كبير وباء النرجسية. صحيح. ليه؟ لأنه اخترتي هذا العنوان؟ احنا في زمن الانديفيدواليزم اللي هو الفردانية، من لما اخترعوا اللابتوب هذا انه انا لحالي على الحاسوب بلشت، بطل في تلفزيون للكل، الحاسوب للكل، صار كل واحد بده مساحته الخاصة. وفعلا وباء، وهي اكثر يمكن سبب في الانفصالات يمكن بين الأزواج، إنه كل واحد متمحور حول ذاته. صحيح. إيش أنا بدي، إيش أنا بحب، إيش أنا بفضل، وما في تركيز على إيش إحنا، في دائما حكي على إيش أنا، إيش أنا بدي. قضية الاشتراكية هالقد مهمة بالعلاقات الزوجية، وهالقد مهمة في الحياة. هي شركة، الزواج شركة، مش بس الزواج، يعني كل العلاقات بالحياة هي. يعني نحن طاقم ما بيطلع البرنامج بدون الضيوف، المقدم، الفرقة الموسيقية، المخرج، الكل بيشتغلوا في طاقم الكنترول، هذا شراكي. كل شركة كيف اثنين بيفتحوا شركة؟ لازم يكون عندهم هدف واحد، لازم يكونوا مطلعين نفس الاتجاه، لازم يكون عندهم قدرات على حل المشاكل، وإلا الشركة خلاص تتفركش. عدنا التقينا بحبايب قلبنا، عدنا التقينا بحبايب قلبنا، عدنا التقينا بحبايب قلبنا. الله كريم
ليلى يا ليلى انت قلبي وعيني يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى انت قلبي وعيني ولفجر لك الف برد وعيني الشعب كله على حبك وعين الجولان واهلنا عز العرب حي الزمان اللي جمعنا ولمنا حي الزمان كتاب الله قاسم يميني يمين عكتاب الله قاسم وبيدم بضرب الجلمون قاسم تحيا عكا وتسلم كفر قاسم وفيها الشهداء ومجد العرايا علي 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 هي بدها رمشة عينك هيك حسيت صح على الآخر هيك حسيت يسلم هالصوت وشكرا بس أنا اللي بغني هون ارتجالي يعني أنا ما كنت جاي ومحضر إيه بدي أغني طب أنا أشهد يعني ما قدرنا نمسكك أصلا قبل يعني اليوم بس مسكناك يعني أنا ما لا إس اللي كنت أغنيه ارتجال يعني أنا ما حضرت إيه بدي أغني جنب. هذا هنا يختلف الإنسان الموهوب عن الإنسان اللي هو بقلد وهذا لون إسا في كثير بيصير يقولوا بقلد وديع الصافي لا يا عمي لا وديع الصافي بقلده ولا بقبل قلده ما احترامي إله هذا صوتي هذا هاي حنجرتي هاي خامة صوتي يعني الأستاذ سامر بيعرفني من 35 سنة هاي خامة صوتي هو يعتبر الله يحميك الله يحميك رح نكمل هو يعتبر هو الأستاذ أحمد يعني هذول اللي بيعرفوني من القدم والأستاذ رازي بيعرفوا إنه هاي خامة صوتي 100% ونحن مقدرها ومنحبها كثير نجاح بدي أرجع لعنك لو برجعك لورا تتجوزي هالقد بكير واليوم بنتك تسمحي لها تعيش هاي التجربة شوفي أنا الفترة اللي تزوجت فيها كان هذا الستاندرد وهذا كان الطبيعي مقبول كأنه. تمام بس في ذهنية اليوم في وعي اليوم أكيد ما كنت بدك بتزوج بنفس الجيل وأكيد ما بسمح لبنتي تعيد التجربة لأنه إحنا عايشين بزمن مختلف تحديات مختلفة المغريات كثيرة النضج تأخر أكثر ففي أشياء صارت النضج تأخر أكثر أولويات إحنا دائما بنحكي إنه الجيل الجديد وعي بكير على الدنيا بالعكس أنا مش شايفت هيك. واعي لا بالعكس لأنه منكشف مش واعي كثير مشتت يعني الوعي عكس التشتت لازم تكون هيك مركز عشان مركز مع ذاتك عشان مش متمحور حول ذاتك مركز يعني أنت اليوم فيش خصوصية للذات يعني مين بقعد هيك بتأمل حاله ومين هو إيش أنا حتى وإحنا نوكل بيكون التلفون بإيدنا صح فيش وقت نفكر يعني بأشياء بديهية في الحياة السوشيال ميديا حرمتنا هي الخصوصية فكيف أنا بدي أنضج وأنا مش عارف مين أنا لو رجعت لورا شو القرار اللي بتغيريه؟ ما بعتقد أنه في قرار رح أغيره لأنه كل إشي صار معي أنا استفدت منه عمل صقل شخصيتك طبعاً إله تأثيره إله دوره ممكن نرجع نشوفك رجع على المدرسة؟ ما بعرف أنا شخصياً مرات بعتبر حالي شخص يمكن غير متوقع يعني مش إنه مش بالمفهوم السلبي وإنما بروح وين شغفي okay؟ حلو جميل. والإنسان اللي عنده شغف دائماً شغفه متجدد. يذكره 100% التمثيل والمسرح فاتوا بالصدفة بحياتك صح صاروا شيء أساسي في حياتك
ويعني ما كان عندك هذا الشغف من الطفولة. يعني عادة الفنانين هن يعني الممثلين من الطفولة بيكون عندهم هاي السكتشات هون لا أنت على كبر. هل هو مفتعل؟ هل هو حقيقي؟ ولا هو إجا ليسد حاجة بسام برومي كان بحاجتها بعمر معين؟ يعني ما بقدرش أجاوب على الإشي لأنه أنا يعني أنا فما بقدرش أقول لك إذا الإشي حقيقي أو مفتعل أو هيك. كيف أنت بتقرأ اليوم؟ كيف بتحس؟ أنا بعمل إشي بشكل طبيعي جدا يعني يعني أنا بمثل بس بحاول ما أمثلش. بس أنت بتعشق فكرة إنه أنت قادر تتخمص شخصيات أخرى. هذا الحلو بالتمثيل إنه أنا بقدر أكون أي شخص بدي، بقدر أغير شخصيات وبقدر مع أصحابي أكون شخصية، مع حبيبتي أكون شخصية، مع أهلي أكون شخصية. يا ويلنا منك. انت هاي اللي بيكتبوا عنهم بوستات فاهمه تبع كثير اوجه بالضبط هيك. فحسب رايي هاي شغله يعني ميزه قويه انه الواحد يعني زي يفوت على شخصيه ثانيه، شيء خيالي، شيء اللي هو كثير بعقد. وانا بالصدفه زي ما حكيت يعني انا رحت بدي اطور المهارات الوقفه على المسرح كفنان كمغني، ورحت على استوديو بتل ابيب وهناك شفت يعني ناس كبار بالعمر 150 سنه عم بتهبلوا بيعملوا واحد فيل واحد قرد وهيك، فشفت الاشي وبدون ما حدا يحكم عليهم، بدون ما يحكموا على حالهم. جميل. فالاشي كثير حبيته وجذبني وتعلمت سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه. شو اكثر شيء بتحبه بحالك اليوم؟ واو هيك سؤال صعب. اكثر شيء بحبه بحالي انه عندي القدره انه انا اغلط. يعني دائما بيعلمونا ما تغلطش، ممنوع تغلط، كل شيء حوالينا هو ممنوع تغلط، واحنا بنحب البني ادم الناجح ومنحبش البني ادم الفاشل، مع انه الفاشل هو البني ادم اللي جرب بس يمكن غلط ويأس. صح. وبحب القدره تبعتي انه اتعلم شغلات جديده. شو الاقل الاشياء اللي بتحبها بحالك؟ اني كثير حلو وامرات واو مش قادرين احنا يعني بصراحه من حالك مش قادر اكمل الحلقه. انا كثير وسيم ف الاشياء اللي بكرهها بحبها الاشياء اللي بكرهها شيء يعني ما بتفضله ما نش نقول بتكرهه. طلعي في عندي ميزه اللي هي شوي عاطله انا بحسها انه احيانا لما بركز بشغلي مثلا مجال جديد او شغل جديد زي اللي بسكر عن الاشياء اللي حوالي، فمثلا اصحاب اللي مش موجودين باطار العمل تبعي بيختفوا من حياتي. واو. واحيانا بحاول اذكر انه عندي ام ولازم ازورها. واو. انا من النوع اللي هو فوكست يعني باخذ شغلي بركز فيها. مش يكون عندك اي دي اتش دي؟ عندي اكيد عندي انا. واضح لنا. خليك فنان. واضح واضح. بيقولوا عنك قاسي اللي ما بيعرفوه انه دمعتك ممكن تنزل، وين دمعة رفعت الاسدي ممكن تنزل؟ أول إشي أنا بعشق بناتي الله يحميهم. أنا بنتي بالنسبة إلي أيقونة الله يحميهم، وعندي بنات يعني لا يوزنوا بالماس ولا بالذهب. بناتي هني نقطة ضعفك؟ وفي كمان كل ذوي الاحتياجات الخاصة زي الأتوستم، هذول أنا قريب منهن جدا فوق ما تتصوري. يعني اذا بكون يعني في جانب حساس منك لانك انت اصلا من بس جيت لعنا وكل الوقت نحن عم نشوف الجانب القوي فيك دائما وين ما بتكون. انا اذا بكون بحفله على فكره ايه وبيجي واحد مثلا منغولي او اتوست بعطيه اهتمام ادخل الحفله. يعني عندك هاي الحساسيه. انا بشعر انه هذا في دعاء بينه وبين الله يستجاب فورا. طيب انت يعني في جواتك هذا جانب اللين، جانب اللين موجود بشخصيتك طبعا. ليش بتضلك خفي؟ ما بيطلع دائما انت يعني وين ما بتكون موجود بدك يبين رفعت القوي الصلب الصوان اللي هو جبار قائد جيش، هيك وصفت نفسك. مش هيك، ما هو بقول لك شغله، ما هو ما انا بلتي مع اللي بأثر عليه داخل عملي او داخل المجتمع. يعني بناتي هاي داخل البيت لا الجانب موجود، يعني الحس موجود. الحس موجود يعني انا ما كل اللي بعرفه انه انا مثلا مقرب جدا من ذوي الاحتياجات الخاصه وبزورهم وبعمل لهم حفلات لوجه الله تعالى وبفرحهم. وبالنسبه لي اذا بتكون الحفله في ايلات وفي لذوي الاحتياجات انا بروح لوجه الله. طيب
يعطيك الألف عافية. يعني هذا شيء جدا الواحد لازم يحترمه. بدك تعرف أنا 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 بقول لك شغله، يعني أنا طلعت، تعالي أنت واحد عمره 13 سنة كان يشتغل بالبلدية كالناس. آه مزبوط، يعني نعطيهم هاي المعلومة. أنا كنت كالناس بلدية صفد، من كالناس لعملاق الفن الشعبي، لحبيب الناس، لحبيب الناس، لحبيب الناس. هات أحكي لك شغله، مش هاي مش إجت هيك. احنا وصلنا معكم لختام الحلقة سريعا جدا. بدي اخذ منكم هيك كلمة اخيرة في كل قضية، انه لو في شيء بتتمنوا تزرعوه قيمة مضافة في مجتمعنا، ايش ممكن تكون عندك نجاح بالبداية؟ موضوع القيم كثير كثير معقد، احنا في حرب قيم للأسف، ويمكن هذا الموضوع مفروض يعني يعطى حيز اكبر. لانه ايش المحتوى؟ المحتوى مش المحتوى، هو المحتوى ايش بشوف بالتلفزيون، ايش بشوف بالسوشيال ميديا، هذا المحتوى بيأثر على ايش مخزوني الفكري انا. صح. واذا انا ما عندي محتوى يحترم يعني اتابعه واشوفه يوميا، فانا راح اكون انسان فارغ. فقد وما بستمر بالحديث عن كل قضيه الاستمراريه. بالضبط. فالقيم هي شيء جدا يعني عواميد في المجتمع. مجتمع بدون قيم حضاره بتنهد. شو القيمه اللي بتتمني تشوفيها في ابناء مجتمعك؟ احترام الذات. واو، مش كل إنسان قيمة فردانية تؤثر على المجتمع بأكمله. حبيت بسام. أظن حكيت قبل أنا أنه في كمان حسب رأيي شغلتين اللي هن كتير مهمات، اللي هي تربية مالية وتربية زوجية. الناس بس هي مش لا تندرج تحت قيمة، يعني خصلي. بس في هي بتبني قيم، لما هي معدومة فالقيم اللي ناتجة منها مش موجودة. فأنا حسب رأيي يعني احترام المرأة وشغلات اللي هي أساسية اللي مش المفروض نحكي فيها أصلاً، المفروض يكون إشي أساسي. بالضبط، لازم يكون إشي اللي نعلمه للمجتمع. أستاذ رفعت، شو بينقص مجتمعنا ليكون مجتمع كامل؟ قيم دينية. دينية. احترام الآخر والتسامح، لأنه الدين مبنية على ثلاث: محبة، تسامح، سلام. جميل، وكلها بتلخص تحت عنوان واحد وهو التواضع. شكرا لكم اليوم، نورتوني، كنتم رائعين. شكرا للفرقة الموسيقية، وشكرا الأكبر لكم متابعينا الأعزاء. موعدنا معكم بجدد الأسبوع القادم. إلى حينها تذكروا أن المحافظة على المسافة فن وتحتاج إلى ذكاء، وكيف بتقول أحلام مستغنمة في روايتها الأسود يليق بك: الحب هو ذكاء المسافة، ألا تقترب كثيرا فتلغي اللهفة، ولا تبتعد طويلا فتنسى. ما تنسونا، موعدنا معكم الأسبوع القابل. تصبحوا على الخير، وختمها مسك مع الرائع رفعت أسدي. أوف يا باي، مهما بتقلي بالأزمان والحادي ينادي الحادي، من بعد الرب الرحمن ما بعبد إلا بلادي، من بعد الرب الرحمن ما بعبد إلا بلادي، من بعد الرب الرحمن. تحية إلى الجولان، انتو يا عز الأوطان، كفر قاسم ما بتنغان وعكا التلي والوادي، من بعد الرب الرحمن. احمد ما عش وفاني والرازي من ألحاني، بددوس عيداني والليل يا عوادي، من بعد الرب ما بعبد إلا بلادي، من بعد الرب. الله يديمك يا بسام، كلياتك حب وغرام، بغني بأرض الشام على التل والوادي، من بعد الرب. أي مش رايح
الإنسان نجح بالمحبة والإصلاح، هاي عاشق للمفتاح بتغني هدي هدي من قدر. شوفوا البسمة والعيون من ليلى وقلب الحنون، شوفوا البسمة والعيون من ليلى وقلب الحنون، عاشيك الجاب الحرمون بتغني بالإنشاد من بعد الرب الرحمن، ما بعبد إلا بلادي من بعد الرب الرحمن، ما بعبد إلا. أو غنى بن دير الأسد من هنا الأرض صافت، على استوديو البلد بنادي يا أمجادي من بعدر، ما بعبد إلا بلادي من بعد الرب الرحمن، ما بعبد إلا بلادي.